وليت كنمشي عند الطبيب وليت كنشرب الدوايات، كيقول لي غتمشي لك عقلك فهمتي اكتئاب راه صعيب بزاف. اول حاجه مابقاش كناكل مابقاش كنعس، عافاكم واش نبكي عافاكم بنادم كنكرهش مكره على انا دابا تخيلوا معايا واش انا يا حمقى. اكثر ولكن ما مشيتش عند طبيب واحد، مشيت عند جوج طبيب جوج اطباء. الوغ مشيت عند واحد البارح ومشيت عند واحد اليوم. البارح كان عندي 250 درهم واحد حي كريمه، وهذا ديال الاكتئاب كيقول لي غتجي لك عقلك فهمتي اكتئاب راه صعيب بزاف. اول حاجه غيمشي لي عقلي وغادي نتسطى ولا نبقى مكتئبه، وميم طون فلوسي ما غاديش يرجعوا. مابقاش كناكل مابقاش كنعس مابقاش كنضحك مابقاش اكتيف، وليت كنغوت على ماما بزاف الى انقاتني تنقول لها بعدي مني، وليت كنهضر غير بالفلوس غير بلا فيرمون. الوغ هادشي كان باش حسو الطبيب وقال لي في مراحل من بسميتو الاكتئاب، وقال لي بعدي من الطاقة السلبية بزاف وكل شيء. كنقول لكم كانت في 85 كيلو، كنت ديما ضحكة ديما ناشطة، دابا ولات فيا 75 كيلو وهي كنبكي وغي ديبخيمي بزاف بزاف. الوغ تكون عندك 20 عام وديبخيمي راه بزاف. وليت كنمشي عند الطبيب وليت كنشرب الدوايات، ولي مالي عليها اللهم لك الحمد، ما عندي ما نديها حوايجي ما بقاش كان بقيت عارفة والو، قلب لا خدمة ما فغيمون مبقيتش باغا مبغيتش ندير بخيمي مبغيتش نشرب هاد الدواء الاكتئاب والله مبغيتش صراحة، ولكن صافي صافي عافاكم مبغيتش نبكي عافاكم بنادم كان كيضحك عليا في لي كومونتات يقول لي غدا تبكي علينا. مكرهتش انا قبل مشيت معايا ماما اي باش نسوق شوية في بيرمي، مقدرتش ما عرفتش شنو ندير. عافاكم مبغيتش نبكي مبغيتش نبكي صافي عافاكم مبقاش بغيت نبكي كاع، حرقت طاقتي بزاف وغوت. ايماجينو معايا حتي كنشوف دابا جو بقى فيا راسي، عمر كشكوشه ما خرجت ليا فمي، ولا فهمتي واش تخرج ليا كشكوشه، وليت كنتعصب بغيت نخرج من هاد الاكتئاب. ماشي اكتئاب انا مكتئباش، انا باخا ولا خابت خرج من هاد الموت هذا كامل. خاصك انا دابا تخيلوا معايا واش انا يا حمقى عندي في جوج مرات في السيمانه طق طق عندي 700 درهم في جوج مرات في السيمانه بزاف، و انا ما باغاش اكيد ما نقدرش ندابز مع قدره ربي صافي. انا شوفوا انا كان حياتي راه الناس اللي كيعرفوني في التيك توك كنت كندير مرة هادشي الميني فلوك وكذا، كانت حياتي زوينة فهمتي كانت حياتي موت كما كنقولو نيليرجي ضحكة ناشطة كنسافر كذا. دابا لا راه قال لي الطبيب قال لي هانجي عندي فيها من الصحاب يحطو لي ستوريك لي كومونتير على ماسا صاحبتك تك 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 مبقاش عارفة شنو كاين فهمت، عارفة لا كانت بنت ولا كانت شي صاحبتي ولا كنت عارفة شنو فيغمو دايز من لابليكاسيون ديالي. ألوغ سيت أن هاكر لي دوز ليا الفيغمو، أنا ماشي أنا لي دوز، راه علاش أنا بنت الحماق كنقول ليا كما أنا كنعرفو دوزت لو يا كما شي حدا تنعرفو دوزت 3 مليون شهر جوج دوزت لو 4 مليون عطيتها لي كاملة سعدات الله كي حسب ما تبغى غير تقع في الدار وهي ما بغيت يربح وحق الله شبرو الشفار. انا كون شبروه كون عيطوني انا ما عيط لي حد، غير ما كنبغي نمشي عند شي واحد نمشي عند شي حد اللي واعر هادشي في خيمو راه كنحس بيه مي هضرت معاه بسيشي كمو حسب ارتحيت وكنشوف بصح الناس كلاس عرفتي شنو هي كلاس عرفتي راه راجل طويل كوتشيوم بين في قاري هكا تيدير مراه العيالات مرة كبار فهمتي كنشوف راسي فهمتي نقول الحمد لله اللهم فهمتي كحتاش من عندها مشكل كاين عندها الفصام الشخصيه كان عندها توحد كان عندها بحالي انا اكتئاب حتى جاني حتى كنا جالسين ويجيني. انا نقول لكم علاش مشيت عند الطبيب اكزاكتومون باسكو ملي كنهضر مع شي حد يبقى يجاوبني
تبقى يقاطعني فهمتوا. قال انا كنت باغا حتى شي حد يقاطعني بغيت نهضر يلوغ نهضر فيها ساعه نهضر فيها انا مابقاش مشيت تنتبه حقاش ما جاوبنيش خليني انا بوحدي نهضر بروبليم الو شنو انا واش انا مرضت واش انا حماقيت واش انا اللي صيفط له واش انا اللي خطر نكون انا مع قال مي فوق تا واحد داكشي تاكس اي انا مازال ما خرجش قلبت على الخدمه راهي ما خرجش قلبت اما مازال ما عنديش لونغ باش نخرج نقلب الخدمه قلت لكم راه غير بشي قبله في السوق ما نقدرش نسوق ما يطرا لكم شي مشكل ما تبكيوش ما تغوتوش ما تهبكيو غوتو شويه من ديروا داكشي اللي درت انا واخا مشونيش ولكن راه فريمون كنت كنغوت بزاف وكنت في شعري وكنت كشاكش خطيره جات لي واحد الفكره خطيره ما نعرفش ليكم ريزه فكرت اقسم بالله كنت كالسه وهاش ترجع معنا بلي انا رجعت راسي للحمل هنا تما من سمعتني ماما قالت لي سير شوفي الطبيب سيري طبيب شوفي بسيكياتر سيري 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 جاتي فلوس لا ما رجعتوش وليت كنشرب عليهم الدواء باش نساهم صراحة انا عمري ما درت محاولات من فكرت فيها صراحه دايما فكرت فيها غير البارح داكشي انا مشيت عند الطبيب نمشي وانا اللي تخلي معايا لدرجه 4 المليون تنهي حياتك لا لي وغادي نسخط مع ربي وحشومه هي صراحه وانا ماشي تنديك شي دابا تكون عندي شي فلوس دابا اي صافي ماشي مشكل مجله لالا العروسه اخبار حصريه بجوده عاليه لا تنسوا الاشتراك في القناة للمزيد من الأخبار